بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من Ah, merci beaucoup. Ouais. Amen. Il rose toute la bénédiction que nous avons. Il nous accorde sa grâce.
Aire kal muru la bro. Ah, tu es un peu de la vie. بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا خاتم القرآن اللهم ربنا تقبل منا خاتم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعريف كلمة موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير واقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم إعراب بغير مكان فاغتبه من الله على التمام والكمال والمهذب من كل إلهام فاغفر لنا يا ربنا
بلدنا يا مولانا أرضكنا فلما القاه ماديها قوم الآباء والكلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة وبسارة والأمان ولا تغتم لنا بالشر والسقاوة والضلالة والطغيان ونبعنا قبل المنايا النوم الغفلة وكسلان وأمنا من عذاب القبر والإنصار منكر ونكير ومن أكل ديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا وسكل ميزاننا بالحسنات وسكل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وثبت أقدامنا على الصراط وأسكنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان أستجب دعانا بالكتابات والإنجيل أستجب دعانا بالزبور والفرقان آتنا جميع ما سألناك به في سر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا الرحيم يا الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زين بزينة القرآن اللهم زين بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بكرعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وذكرنا الجنة مع القرآن ورحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا كرينا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا كرينا وفي القبر مؤنسا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا وعلى صلاة نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن وآفينا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف بكل اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة
وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب صلاة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبتاء توبة وبثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكما وبالقاء كلانا وبالدال دنوا وبالذال زكاة وبالراء رحما وبذاء زلفا وبسين سنا وبشين شفا وبصاد صدقا وبضاد ديا وبطاء طهرا وبالضاء ظفرا وبالعين إلما وبالعين إلما وبالعين إلما وبالغين غنا وبالغين غنا وبالفاء فلا وبالقاف قربا وبالكاف كفايا وباللام لطفا وبالميم موعظا وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالعي هدايا وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى روح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى روح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى روح آبائنا وإلى روح أمهاتنا وإلى روح إخواننا وإلى روح أصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين. آمتا إلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين وكسر من كسر المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تيب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تيب العفا فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر سلطاننا وسلطان المسلمين اللهم انصر سلطاننا وسلطان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من صدقاتنا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل من صدقاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أكرم الأكرمين وكسر من كسر المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Allah do umina. Allah miyasi ba umma. Allah jangalo to upasi. Allah hadi to hadiranya. Allah kene abato uso. Allah mota ma bimo subama. Niyo masuba Allah mota ma. Ade ba deju masuba Allah mota ma. Jamba suba Allah mota ma. Mu masuba Allah mota ma. Ne kure ka lola ka denani ka abijanga fefe nene nanani jaranune nana kukajo ukanya mobe jo uke ya rab ka latinye ka ayajo ujabi ala uke minani kwa di mbakwena no kala upakwena no ala uke minani kwa laso nafrula kala uso nafrula ala uke minani kwa hamidia la kala hanula nya ala uke mulu nani kabo yoroja ulo kwa la itinye umona jo ukanya kufa ujo uke jo uweke la kwa jabi ama ya rabbi jo umingo kala jia mobela ala uke Jangan lupa kami nak kau tabbashi ala oke. Hari ini kau yang kami nak kau tabbashi ala oke. Kamu kini nabi hamilanya ala oke. Kamu bangun mula cuma ya si kala berakadalo ala oke. Nampak kau juga kala hatama ala oke. Dia mula suruh nikah kamu nyalai ala oke. Nikah kamu kuali ala oke. Jauh kau ayah sama dulu ini ayah sama kami si. Anak minta nak kaju oke asini. Musuh nak minta nak kaju oke asini. Cewa nak minta nak kaju oke asini. Tama bauna mindi la kukaju uke peta reshe. Ya Rabbi kala abla ya miki anula ala uke. Oh. Ya Rabbi kala mwoso kilichabila ala uke. Mwoka mwetu uke kajabi mwama sauma ala uke. Kajabi te sabato uma ala uke. Kajabi te malobato uma ala uke. Mwama saukata mesumasubama ala uke. Kamone alupe lakana ala uke. Kamone hinadu alo ala uke. Mwani alupe masa miyabialo wole alale. Kamo hinadu alalo ala woke. Kamo so kilichabidela ala woke. Kamo besaba mama kililo ala woke. Kamo hinadu alala ala woke. Kata mapa uso ala woke. Kasibwa uso ala woke. Ka aladie kamo so jila ala woke. Kamo so jibra kamala ala woke. Ka aladie kamo so dina ala woke. Kamo so dimbra kamala ala woke. Ka aladie kamo so makedi ala ala woke. Kamo so makedi ala kamala ala woke. Kamone alupe la kana ala oke. Kata mabuwa ula kana ala oke. Kasibwa ula kana ala oke. Kasoto nafondi mobe ma ala oke. Kamo peso ala oke. O mo pamulu nani, mo famulu nani, nakeni. Wala la sabu ya lo, mo famulu nani, kabo lola, lola liklewe. Momi koto di uke la, koka e di uke la di moma aina mo di uke. Di masa bakala moja ya monyo ala weke waye saraka vese la kuipanga damake afa alo bemba uma welewe abu yese mwaba dempe la kama na wele akata wa sara umani la saraka mine mwope ma mwa mwa chone fefe na yara nuti la mwa beya jyo uleka ala jemite lulo ala kata mwole lo ala beta saraka mine mo hadilo mo maferinyalo mo kola kwesilo fangalu saraka alawamia alamia fangalu duu alawajabi alajabi mo dalu watani mo nukumakalo wole على طلب محمد صلى الله عليه وسلم طلب محمد نابنجلا كلهم سبعه لا يرادو على تو ابو تشرا وكو ودو كاتمي وجابي ايدي علي كلهم سبعه وانتو ناتني دم Uroba ya duwe ule deunye. Oja deuka akama jiraba ule sembo anafa wa. Tilako kodi. Suroba ya duwe utebena abinye. Ma uroba u. Aya minga suilite alajabi. Ngamo afya na. Adua ubada ite amu toa. Wana atala mwodo na una mwofa ujioduna, mwofa uka mnu ujioduna, numa se mwote ujioduna. Dua uri utala, jewi ya duoniko, wala yefanda ma
labo kadi mou ma sumane ayo opone wo paru ko do na wo paduru tira ko ko la yuradu ko te la sera ja wala ko fa mo fauta mo ad mo jamal la mo re ba do ni la niwe sakati le de matia te passe bole kadi de ma we sakati le aya fo pa e duwe te mo duwe te wo ta te la mo de me woni mo fo ma ko ba balo ko lo no mara bi e miani ala mo ma ko Ado usamana mete na sera ado ni musafir lorami ndoni ifola wala aduni yaso kono sokono mo wafo ollo na we ko we duo uke la yuradu chelako ko duo ute la sera we ka temi we jabe ayene mina kwa sona wana yantiko anil hawa kirama sewo kapo ajielo in huwa ila wahayuha alama hu shadidu lkuwa masa fanga parendi wena kilala lweni la wakara kafuhu la amma febo ajielo wewe kwa sona mofa unafola pala wefu mbadadu ujabi ala ajabi ala mobe sabama ma secretary general tolo nyake ni Mohamed Seku Dukole menga fi bumale we koma be na koma afori samakadi mo fauma patana ale yere le na tamalo kapteni ma bebono ilo mo ngati fe idile we fumadu akile ngele sama kola afiafla surutu lola liki Bunya suta abela fumaruko kadi lala likima iko alanya sema jama ila teme ko adi le kudi bunya fumaru die neu mafara wafa baba unya aye onna aye tawele weta ako na wesa bati ako arabe aya do ujabi ma do upela dona mino wala suratu fatiha le kana ko sala lillah ala Ako mako sura tulikafia. Ako mako sura tulikuli Kur'anu. Kukona sura ni aha ya bela denu. Kwape bale sura tufatia le. Kwa mwono bale duwa uti nyangama we kabila le. Ole koso, sura tufatia. Makato, maduwa ula bana alele ni. Isha Allaho, masi ya tezo lo loho mala. Asafa uleho mala. Ala wafu marumume hadidia. Ala mama kutu. Ayi hadu to moye. Mala londe loni made. Nuye tira de nili. Mosa wolo. Mama kala sama loni so. Ma tira de nili. Ma ala tarifu maru jame naro. Ndani ufla na. Ma wido ula. Ma mika tira du uka. Se tezina ito olo ni. Fumaru si ilo. Lahe mi fumaru kono. Fumaru alimami yala. Wallahi bana mo upo na modi le loni ni wote be duwa ukafu ba ba aya la yote sma ule ba alman kula ala mama kutu wama aya suno alabe aya do ujabi insha Allah aya suno alabe aya do ujabi insha Allah jona no ye mwafahu ye ulu majidalo ya ya tira de yala Baraka ala dulo. Ima sumawa tenge ndo ya ba. Baraka ala dulo. Mo devri mo lo de ale bi. Fumaru misi ila. Baraka ala dulo. Baraka ala dulo. E sense nkela. Ilahe ilmu ka kya fi aniswale. Akifina bi hakil fatiyati. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ilahana qad madadna ilayka ya dal mas'ala an takrimana bi ijabati rabbana inna nas'aluka min khayri ma ta'lamu wa na'udhu bika min sharri ma ta'lamu wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lamu innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta a'lamu al-ghuyub Allahumma inna nas'aluka bi annaka malikana wa sayyidana wa maulana wa sikatana wa raja'ina nas'aluka allahumma bi ummati shari al-harami wa li baladi al-harami wa li mashari al-harami wa khayri nabiyika alayhi salam anta ba'lana wa li a'rifu badu dhikri ma ta'lamu wa na'udhu bika min sharri ma ta'lamu wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lamu innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta a'lamul ghuyub anta ba'lana min khayri ma ta'lamu wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lamu إنك تعلم ولا نعلم وتعلم الغيوب اللهم ببابك نكف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تغيبنا اللهم ارحم تدارانا وامن خوفنا وتقبل أعمالنا واستر أحوالنا واجعل بطاعتك استقرارنا والى الخير مالنا اللهم حقق بزيادة أعمالنا واختم بسعادة أجالنا اللهم هذا ذلنا الظاهر بين يديك وحالنا لا يكف عليك أمرتنا فتاكنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلى عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا وَأَنْتُمُ الدِّينَ فِي كَدَرِكَ وَكَدَرِكَ لُطِفَ يَلِكُ بِكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم أَنْزُلُ بِفَدِيكَ سُلْطَانَنَا وَأَلِكِ الْكَفَارَةَ أَعْدَانَا وَأَمِنِنَا فِي أَوْتَانِنَا وَدُورِنَا وَوَلِّ اللهم أُمُورَنَا خِيَارَنَا ولا تولي اللهم أمورنا شرارنا ورفع أمتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم يا مهيا رفاتي ويا دافع لفاتي ويا وكي المخافاتي ويا كريم المكافات ويا موائل الأنفات ويا ولي العفو والموافات صل على محمد خاتم أنبيائك ومبالغ أنبائك ولا مصاب أسرتي ومفات نصرتي وازنا اللهم من نزاكة الشياطين ونزاوة السلاطين وينات الباقين ومانات الطاغين ومادة الآدين وعدوان المادين وقلب الغالبين وسرب السالبين وهي المعتلين وقيا المختلين واجرنا اللهم من جور المجاورين ومجاورات الجائرين
amina wasati watil jabarina wakufa anna kufa daimina wakhrujna min zulmati zalimina wadkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin allahumma hutna fi tuibatina wa guribatina wa gaibatina wa aubatina wa najiatina wa rajiatina wa tasarufina wa musarafina wa takalubina wa munkalabina wa laujiatina wa wajiatina wa afizina fi nafusina wa nafaisina wa aridina wa radina wa andadina wa udadina wa sakanina wa masikanina wa haulina wa halina wa malina wa maalina wa latulekibina tagira wa latusalita alena mugira Allahumma irisina bianyinika wa unika waksisina biamunika wa malika watawallana biktiyarika wa khairika wala takilina ila kilati ghairika wabullana afiyata gaira afiya warisikina rafayata gaira wahiya wakifina makasiya lawai wakinifuna bigawasiya lalai wala Tashifari bina azifara landai Inaka sami udwa Awazina kala lahu nasu Ina nasa karijama ulaku fakisha uhum Fazadao imana Wakalu hasibuna Allahu wanamal wakil Hasibuna Allahu wanamal wakil Hasibuna Allahu wanamal wakil Fakarabu بنعمتي من الله وفضلي لو يرزى سوسو وتباور ديوان الله والله عزي فضلي العظيم وإن يريد أن يخدعك فيناسبك الله هو الذي أيرك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن لا ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتكدينا بها جميع الآيات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتباركنا بها أكثر الغايات من جميع الخيرات في آياتي وبعد الممات صلاة وسلام كذلك آمين وعدينا اللهم إلى صراط نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بحرمته اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين على يدو جبي على جبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم
فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن